هذه المعركة حيث معرفة كل شيء. تعرف على 10 حقائق وأسرار قد لا تعرفها عن رئيس ليبيا العقيد معمر القذافي. معمر محمد عبد السلام القذافي أو ما يعرف باسم معمر القذافي كان سياسيا وثوريا ليبيا وحكم ليبيا لأكثر من 42 سنة، كما أنه رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية من سنة 1969 إلى سنة 1977، ومعروف بمواقفه وقوانينه الغريبة والمثيرة للجدل. وفي ذكرى وفاته تقدم لكم 10 حقائق ربما لا تعرفها عن القذافي. 1- كان القذافي هو الابن الوحيد لعائلته، وولد في أسره محافظة بيضوية في 7 يونيو 1942 في قرية اسمها جهنم. 2- كان القذافي يخشى من الطيران ولديه خوف شديد من المرتفعات والخوف من ركوب المصاعد، وكان يتجنب ركوب الطائرات يوم الثلاثاء بالذات. 3- عند وفاة القذافي كان أغنى رجل في العالم بثروة تقدر ب$200 مليار، أي أنه كان أغنى من بيل جيتس وراين بافيت وكارلوس سلم مجتمعين. 4- بنى القذافي نظاما في الحكم غريب الأطوار ليس بالجمهوري وليس بالملك، وربط بين بعض الأنظمة القديمة والحديثة، وكان يدعي أنه لا يحكم بل يقود ويتزعم. 5- كان الحرس الشخصي للقذافي كله من النساء، وكان يسميهن حارسات الأمازون، وأطلق على جميع حارساته اسم عائشة تيمنا باسم ابنته الوحيدة. 6- وضع القذافي اسم بلاد على لائحة المطلوبة قبل أحداث 11 سبتمبر ب3 سنوات. 7- قدم القذافي حالا غريبا للقضية الفلسطينية بتأسيس دولة تجمع بين فلسطين وإسرائيل اسماها أسراطين. 8- تفيد بعض التقارير بأن القذافي قد قتل لتحديه النظام المالي العالمي القائم بسبب نيته إطلاق الدينار الذهبي الأفريقي، مما يعني خروج إفريقيا عن سيطرة الغرب الاقتصادية. 9- أصر القذافي خلال إحدى عمليات التجميل أن يخدر مضيعيا فقط، وخلال إحدى عمليات التجميل التي استمرت لمدة 4 ساعات تناول وجبة همبرجر. 10- رفع القذافي مستوى التعليم في ليبيا ومحى أمية الشعب بسبب توفيره العلاج والتعليم مجانا.